ايه بقى القصه دي؟ فاهم؟ بص، هو النحل دوت في جميع الاذن مختص علاجها. طب معلش، يعني كل الامراض، كل الامراض دي كل الامراض زي ايه؟ شرب يعني مثلا لو في مشكله في الخلف زي حيوانات منويه، الحاجات دي كلها، اورام، كانسر يعني؟ بعرف سرطان؟ يعني وبيرفع المناعه وموضوع بيرفع السكر. المناعه، بيرفع المناعه. لو مريض سكر بنعمل له نظام تغذيه مع قرص النحل. اي نحله ولا النحل ده مخصوص؟ لا، النحل ده مخصوص، مش اي نحل بتاع ده. النحل ده ليه رعايه خاصه، ما بناخدش العسل بتاعه ولا حبوب لقاحه ولا هو زي ما هو، حاجته زي ما هي. لو عايز اتعالج بقرصة النحل، اول حاجه بنعمل حاجه اسمها اختبار تحسس، في حساسيه من الحشرات من النحل نفسها ولا مفيش حساسيه؟ ماشي. اللسعه قويه شويه 10 ثواني او 15 ثانيه بكتير، وتدريجا بتقعد تفضي الكيس بتاع الماده بتاعتها للجسم. اسمها مناعتي ضعيفه، بعيا بسرعه وبتاع، اعمل ايه بقى؟ تمام. لو انت عاوز تعمل كورس مناعه، قرص النحل بتاخد واحده هنا للمناعه واثنين فين؟ من ورا في الكتفين. ده في نفس اليوم؟ ده في نفس اليوم. مش لا، الاول بندخلها تدريجا. طب لو انا مثلا دلوقتي عندي سكر، المفروض اعمل ايه بقى؟ جهاز البنكرياس فص تحت عند الكبد كده، بديك جزء امامي وجزء خلفي لسعه. تمام. مع نظام الغذائي انت بتشوف فرق ايه؟ كل اربع ايام بتاخد جلسه. كل اربع ايام باخد جلسه. جلسه احنا 150 بتبقى قرصه واحده؟ لا، ما لهاش دعوه قرصه واحده، بتاع حسب الجرعات بتاعتها. الصوت بتاعها هتقرصك عادي؟ لا عارف، مش هتقرصك. انا مسكت، انا عارف الموضة بتاعها ماسكها ازاي. دي الابره؟ الابره بتاعتها تحت اهي، اهي شايفها لفوق. عشان كده قلت لي ما تقولش هناك ان تبع قرص النحل. خالص، يحصل مشكله لو قلت. يعني ممنوع، هيسوي منك اجنبي. هو الموضوع ابتدى ينتشر قوي على فكره على السوشيال ميديا. منتشر، بس ما ينفعش يعلن عنه في مكان معين. لو في بقى كورونا، ده قصه ثانيه. كورونا ايه ده؟ انت برضه دعاية كورونا؟ والله العظيم؟ والله. طب انت بقى بتعالج الكلام ده كله ازاي؟ انا بشتغل على التحليقات بالنحل برضه، قرص النحل؟ قرص النحل بدي خلطات عسل كل ساعتين بياخد منها. يعني قرص النحل بيعالج كورونا؟ والله العظيم. قصة كل 3 ايام واشتغل عليه اليمين وده شمال وشوف نتيجه رهيبه في الاخر. يا نهار ابيض. طب وفي خلال قد ايه بقى بيخف؟ ان شاء الله ما كملش يعني شهر بكتير. الكبار في السن برضه ولا لا؟ جميع الحالات. جميع الحالات بشتغل عليه وبشوف نتائج بتاعتها. انت بتورث نفسك؟ بس هتسال.